الحقيقة كان عندي اتصال قبل الهواء مع الكابتن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك وكنت سمعت اخبار كثيره جدا وانا الحقيقه من الشخصيات المحترمه اللي دايما بشيد بيها محمد حلمي وليه مواقف كثيره مع نادي الزمالك وعمل بصمه الفتره اللي فاتت ونتائج طيبه ممكن تكون في الاخر النتائج ما كانتش كويسه ولكن الحقيقه يعني ما جابه مرتضى منصور وجهازه الفني اعتقد ان هو كسب بيه الرهان بشكل كبير. كابتن محمد حلمي بعض المواقع كتبت ان هو يعني سبب رحيله ازمه حازم امام وباسم مرسي او احمد دود وان الموضوع والحكايه والروايه هو الحقيقه اكد لي ان هو ملوش علاقه خالص بالازمه ما كانش موجود ما كانش قاعد ما اصلا عن المشكله حاجه المشكله دي اصغر بكتير جدا من ان يقعد الكابتن محمد حلمي او يمشي ان هو يعني اسم اكبر بكتير جدا من اتنين لعيبه بيتخانقوا مع بعض فمعنى كده ان الجهاز يقعد او جهاز يمشي قال الحقيقه ان هو بيوجه كل التحيه وكل الشكر لمسؤولي نادي الزمالك وان هو يعني من اول يوم جاي بيخدم نادي الزمالك وعارف ان هو في اي وقت ممكن يكون موجود او ما يكونش موجود بالنسبه له مفيش مشكله. ان هو يعلم كويس جدا ما يعني طلبت منه ان هو يكون معانا على التليفون يعني نتكلم معاه يشرح وجهه نظره، قال ان دلوقتي الاهم حاجه عنده نادي الزمالك ان هو بيعدي بمرحله حساسه جدا، داخل على الدور قبل النهائي لبطوله كاس مصر وداخل على البطوله الافريقيه، مش عايز يشتت دلوقتي الفريق، محتاج كل ساعه الفريق علشان يجمع نفسه مع الجهاز الفني الجديد، فان دلوقتي مش محمد حلمي اللي يخش ويتكلم صرح تصريحات دلوقتي هو دلوقتي هدفه كله نادي الزمالك والحقيقة يوم بعد يوم الراجل ده بيثبت إن هو راجل محترم وشخصية محترمة وبيثبت فعلا إن هو ابن نادي الزمالك وده الاحترام ودي الأصول إن هو أهم حاجة فريق نادي الزمالك في المرحلة دي بالنسبة لمحمد حلمي وبالنسبة لولاد نادي الزمالك يعني مشهد في منتهى اه اه الاحترام وأنا أشدت بيه على فكرة أنا عمري في تاريخ حياتي ما... ما تشرفت ان انا اكلم كابتن محمد حلمي ولا مثلا كان لي علاقه بيه ولا يعني ما... طبعا تاريخ كبير كابتن محمد حلمي بس انا ما تشرفتش ان انا حتى التقيت بيه او كان معايا ولكن مشهد دايما تعامله مع الناس مشهد اسلوب تعامله مع الاعلاميين اسلوب تعامله في المؤتمرات اسلوب كلامه اسلوب تصريحاته يدل ان هو راجل محترم والحقيقه ختمها بشكل كبير جدا واكد كلامي بشكل كبير جدا ان هو لما جه يرحل رحل أيضا بشكل محترم تمنى التوفيق بشكل كبير جدا للمجموعة اللي موجودة دلوقتي مؤمن سليمان وعلاء عبد الغني والكابتن محمد صلاح ده ما يخص الكابتن محمد حلمي